أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس محمود عباس إنه لا يوجد أي تناقض بين ما أعلنه عن تعديل وزاري في حكومة الدكتور سلام فياض وبين الاتفاق الذي جرى في الدوحة. كما أضاف عباس لدى لقائه عددا من الصحفيين على هامش زيارته إلى اليابان إنه إذا وصلنا إلى تطبيق ما جرى في الدوحة فإن موضوع التعديلات سيتوقف، وإذا لم يطبق اتفاق الدوحة في فرصة قريبة ستستمر التعديلات. قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن قرار شركات الطيران العالمية إلغاء تذاكر السفر للمتضامنين مع أبناء شعبنا يأتي في سياق الرعب الإسرائيلي من قدوم هؤلاء المتضامنين لفضح ممارسات الاحتلال. كما أوضح أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية في هذا الخصوص أنه كان من المتوقع وصول نحو 2000 متضامن إلى الأراضي الفلسطينية للتضامن مع شعبنا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية من استيطان وتهويد. ضمن فعالية يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من شهر نيسان من كل عام، عقد مجلس أمناء الكلية العصرية في مدينة رام الله ندوة خاصة بعنوان التجربة الثقافية والأكاديمية والتعليمية للأسيرة الدكتور مروان البرغوثي، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمبدعين الفلسطينيين. هذه الخطوة جاءت لتوثيق العملية النضالية للأسير مروان البرغوثي داخل معتقلات الاحتلال لتستفيد منها الأجيال الشابة. في موضوع آخر، كثيرة هي المشاكل التي تواجه واقع التعليم في قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين، ربما كان أغلبها نابع من عدم وجود خطة واضحة من الحكومة الفلسطينية للتعامل مع الحضانات ورياض الأطفال. لذلك ارتأت الحملة العالمية للتعليم التركيز على الرعاية والتعليم في هذا القطاع. الحملة السنوية التي ينفذها الائتلاف الفلسطيني من أجل بيئة تعليمية آمنة انتهت من وضع لمساتها الأخيرة لانطلاق فعالياتها السنوية بعقد هذا المؤتمر الذي حضره مجموعة من الشخصيات المهتمة بهذا القطاع. أكد وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني أن تلويح نقابة العاملين في الجامعات الحكومية يأتي في سياق الضغط غير المدروس على الحكومة، سيما وأن معظم القضايا حلت باستثناء 4 تمت مناقشتها بشكل مشترك وهي تحتاج لبعض التعديلات على عدد من الأنظمة. كما أوضح مجدلاني بهذا الصدد أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية هي السبب المباشر وراء عدم تحويل الحكومة 3 ملايين دولار أقرتها للجامعات والمعاهد الحكومية. ونختم الموجز بهذا الخبر. وكعادتها لوحات فنية مميزة رسمتها فرقة يلالان للرقص والغناء، موعد من سحر الموسيقى كان حاضرا في حفل خاص نظمته مؤسسة قيادات ضمن مشروع الحياة حق في مركز خليل السكاكيني بمدينة رام الله. بين الموسيقى والأصوات التراثية حاول من وقف خلف هذه الأمسية أن يرسل مجموعة من الرسائل لا تقف عند التأكيد على ضرورة وقف عقوبة الإعدام لما تمثله من انتهاك لحق الحياة، ولا تنتهي عند الإشارة إلى أن الموسيقى كفيلة لتغيير مواقف البعض والتأثير على آرائهم. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.